الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد حلقة دي لحد وحنكسو هذلني رمضانكو أما صونكو إن أيهاي نعمو إلهي سبحانه وتعالى ومدان أوسيي أو إن كفا إذا ستنا أي مضانتهاي إن أي وقتي معناها ما لا يعني أوسن كنت رافينا لو باهنهاي الله سبحانه وتعالى وحنوات المامي بشان رمضان إن أي تهي بالمغفرة إن أي تهي بالرحمة إن أي تهي بالعتق من النار لذلك حديث كنا قدام بيه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب أداء الصوم وقبوله والمغفرة معناه محالي وحال لقربة شردي كان لبدان شردي أيال حري من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا إن معناها إله سبحانه وتعالى أدرمي سنتهي إنه كأبا المرينة أد رمي سنتهي شيء كان وحال ربا مركز سمين يسو إن أد أسمى يسو لأجل الله سبحانه وتعالى هدي آدن لأجل الله أسمينين هدي أرنت أسمعناها وحاوي إن هذا وحبك هيلين أياد معنا سبب النقطي حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم وحواها إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى عملك وانيو قف كستنا وحو هليا وحو نيستو إن كان خيرا فخيرا وإن كان شرا فشرا هدي خير نيستي خير أيو هليا هدي شر نيستينا شر أيو هليا الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب وحوك إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين رقى مسلمين تعا بمعنى هو إلهي أهجان سمي الإسلام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى يا والمسلمات قبلها إلهي أهجان سمي رب يا دمر والمؤمنين والمؤمنات رقى مؤمنين تأه أو إلهي سبحانه وتعالى الرميي رمين جازم أه أو أن شكي إيو تردد منا أن معنى كجرين إيو دمرك لمتك أه والقانتين والقانتات هو إلهي أضيعه رق إيو دمر با والصادقين والصادقات رق فنت معناها إيمان كودا فنت أه أما فنت شيغو يا دمر كما معنى ايغانا رونتا شيغو او امبنت معناها شغو كلهين اما ايمانك ودي كرون شيغي والصابرين والصابرات رجا لباتدا دينتا يا عبادتها محي عبادتان يا دينتا با مركي عاد معناها دي ارنتان علاس لغا يابا ان كلو كولانتو دين نبي أنبياء الله سبحانه وتعالى لم ينتظوا الله وضع النبي من نبي الله نوح كسوا بالله إلا نبينا محمد عليه أفضل الصلاة لقصوا قار صلى الله عليه وسلم وهلا نباي كل قد وهلا نباي كصبره مركة كصبره عبادة نفط يضب نبواي عبادة نفط يضب نبواي صلاة إنا تكتد شنت وقت إن تكتد هنت إن تشيكتد حق إن أهيلسد حمانت إن أسك إلى لسد وحاصودا عليس كجر عليس كاسي مركا والصابرين والصابرات حمانت كصبرين حق كصبرين
حارانتي كصبرين حلاشي كصبرين حمانتا اي بختي اي مخالفات كنوعيز كلا دواني كصبرين وناقة اي كصبرين رق يا دمر با والخاشعين والخاشعات كو الهي سبحانه وتعالى سخضوعي وخشوع تواضع لله سبحانه وتعالى وحاصر لن الهي سبحانه وتعالى والحافظين والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات كو فرج يدود الى عليهم رق يا دمر با فرج يدود الى عليهم او حمانتك الى عليهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كو الهي حصو هبن يا مال ساعتك استبا الله وحوليه هي مركه أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما لا بشيء لا بلن قادم هيدو بحكو قبل قبودي بلن قاد كده انت لا شو شيء ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات مع الشاهد كان يكن أها والصائمين والصائمات كوا معناها رجع لأجل الله أسوام يضمر قصص لأجل الله أسوام إيه والحافظين فروجهم والحافظات إيه والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أنت أصلا أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما إله سبحانه وتعالى وحي أدياري مغفرة إيه الدنب داف أجر وين أي أدياري كو بلنقاتك كواد محيطة هاي مغفرة إن لقو الدنب دافو دو حكا قيم بدا مجرد إن دنب قادي لقو دافو لمبر كالباد محيطة هاي أجر أجر لقو سينا بس لقو مدن وأجرا عظيما وحلقو سينا يا أجر وين أي لقو سينا يا إذن إخوة الإيمان وحا معناها مهم إن فهمنا إلهي سبحانه وتعالى سدو نحرس نول الربو سدو نوغا إلى علينا يا حمانتا سدو أوسا نول الربين حمانتا أو نول جعلي هاي وناقة حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحواها حديث القدسي حلقة دي كهريسان عن سوق هذا الني هدي أحد كي نصومن أو قف معناها لدق علمه أما عايو يوصل لدق علمه يونا لعيتمين محايا لي هاي راهدو أنيقا واسومن هاي هاي راهدو أنيقا واسومن هاي محاد عاي نبي صلى الله عليه وسلم وحوله والذي نفس محمد بيده الله محمد نفتي ساق عنتي ساكجتان كرارتي لخلوف فم السائم أطيب عند الله من ريح المسكين اسبدلك قفك افكيس كل عيو الهي اكتس وحي كعرف بدنت هي مسكيك لخلوف فم السائب اطيب عند الله من ريح المسكين حديث كان معناها ارغان حديث كان لخلوف فم السائب اطيب خلوف كسرت حالي والتغير وقفك افكيس كل عيو لذلك اي مذهب كنا شافعي وحليه هي عند الزوال هدي لا قارو ان لا عدي صدو ولا في عينها ما حد عي حديث كانوا عسكدي علماء قار كلنا وحي يرادن ور اسبدلكو افك ما اهنا على شو باهدو واي اي افك ما اهم با اذا مرك حديث كان معناه دو داسا كو جرتو او ليه هي معناه هدا عند الزوال هدي لا قارو ان لا عدي سنين ايوه ولا عدي سنكرا اذا مر النبي صلى الله عليه وسلم وحي لخلوف فم السائب اطيب عند الله من ريح المسك طيب للسائم فرحتان قفك صومن لو فرحدوا ليه لو فرحدوا فرحد محيتاي مركو افرو وفرحيا محو كفرحيا هدي وحو سو غتاي عباد سو غتاي من طلوع الفجر لغا سو بالله إلا سو قارتي غروب الشمس الحمد لله وفرحيا فرحة دا أقول
كلو كحيت وفرحة الكبرى فرحة الكبرى فرحة داسنا وحواي يوم القيامة حلقة دي تضباد ودرسي جيني دروس الرمضان انتس ايكو نوغو اكتهاي وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.